حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حصل تحالفه السياسي على أكبر عدد من مقاعد البرلمان إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية لتحقيق الإصلاح في البلاد، وشدد الصدر على ضرورة أن يكون في البرلمان جهتان: أولى موالاة تشكل حكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بمستوياته كافة، وأخرى كتلة معارضة. فهل تلك إشارات على قرب إعلان النتائج والمصادقة عليها، أم ما زال لأزمة النتائج بقية؟ عن ذلك سنتحدث. بدأنا بموقف التيار ورسالة زعيمه من تغريدة مساء أمس، ثم جاءت رسالة أخرى من تحالف فتح التي تبحث عن ضمانات أن لا يحل الحشد ولا يدمج مع أي مؤسسة أمنية أخرى، ثم جاء تسريب آخر باعتزال الحكيم لمفاوضات تشكيل المشهد القادم، واعتكاف عفواً تيار الحكمة لغايات المراجعة وإعادة الهيكلة وإلى آخره، ومع ضجيج التحليل واستقراء ما بين السطور تستمر المفوضية بإعلان تطابق نتائج العد والفرز 100% في محطات وردت عليها شكاوى. هذه المعطيات تستدعي طرح أسئلة: هل ستعلن المفوضية نتائج الانتخابات قريبا؟ قيل أنه قبل يوم 5 ستعلن. وما مصير الطعون وطلبات إعادة العد والفرز اليدوي؟ وأين وصلت حوارات الجماعات السياسية استعدادا للجلسة الأولى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها مع ضيوفنا بعد قليل في حلقة الليلة من حوار التاسعة. طعون وأخطاء فنية مددت الإعلان النهائي لنتائج انتخابات تشرين، ما جعل الفترة الزمنية مفتوحة أمام حكومة تصريف الأعمال بإدارة شؤون البلاد، وأسماء النواب الجدد لم يصدق عليها حتى إعداد هذا التقرير، والبرلمان لم يعقد جلسته الأولى بعد أكثر من 20 يوما من انتهاء الانتخابات. كل ذلك يعتبره قانونيون خلل دستوري لابد أن يعدل. حكومة تصريف الأعمال يعني بالدستور العراقي لم تعطي مدة معينة، ولنا تجربة في حكومة السيد العبادي قبل أن تشكل حكومة السيد العبادي، كانت حكومة السيد المالكي بقى 7 أشهر هو حكومة تصريف أعمال، وبالتالي هذا نقص دستوري قد يكون هو الذي يجعل المدة مفتوحة أمام مفوضية الانتخابات وأمام حكومة تصريف الأعمال بإدارة شؤون البلد، وهذا خطأ. ولهذا ندعو دائما إلى أن يكون هناك تعديل للدستور بأن يكون واضح أكثر من اللازم، هناك إبهام بالدستور وهناك تفسيرات قد تكون على هوى معين. نواب سابقون عزوا ما وصفوه بالفوضى السياسية إلى تخبط وإرباك فني إجرائي ربما يحول دون عقد الجلسة الأولى للبرلمان الخامس حتى العام المقبل، بحسب المؤشرات الراهنة والاعتراضات المقدمة من كتل سياسية ومرشحين. يعني أزمة ثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة، ما بين المواطن وما بين مفوضية الانتخابات. حقيقة اليوم يعني العراق شهد مرحلة قاسية جدا بتاريخ العراق، ما صار يعني صارت 2018 انتخابات وشابها التزوير، وكلكم لاحظتم من حرق صناديق وتكسير للأجهزة، ومجلس النواب حاول يعدل مسار العملية الانتخابية لكن دون جدوى. قانون الانتخابات رقم 9 سنة 2020 نص على أن يكون إعلان النتائج خلال 24 ساعة وتقبل الطعون فيما بعد والنظر فيها، إلا أن مفوضية الانتخابات لا زالت مستنفرة لكوادرها لعد وفرز بعض المحطات المطعون فيها، ولا نتيجة نهائية إلى الآن.
من بغداد أنس يوسف، قناة الفلوجة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ومرحبا بضيوفي هذه الحلقة من بغداد، الدكتور أحسان الشمري، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مركز التفكير السياسي للأبحاث، وينضم معنا من أربيل الأستاذ سعد الراوي، خبير انتخابي ونائب رئيس المفوضية الأسبق. ينضم معنا مباشرة من الرمادي الدكتور وليد الزيدي، مدير عام العمليات الأسبق في مفوضية الانتخابات، عبر سكايب من بغداد. مرحبا بكم جميعا. دكتور أحسان الشمري، وفق الاعتراضات الموجودة الآن واللغط السياسي والخلافات، ماذا لو أعلنت المفوضية النتائج يوم غد؟ ما هو المتوقع؟ شكرا على الاستضافة، تحياتي لك دكتور زيد، ضيفيك ولمشاهدي قناتكم الكرام. يعني بالنهاية إذا ما أعلنت المفوضية النتائج النهائية فهي إشارة واضحة على يعني قدرة هذه المفوضية على موقفها الثابت، وأيضا ثقتها بإجراءاتها، هذا يعني في الإطار العام. وبمقابل ذلك أنا أعتقد أنه سيعطي رسالة واضحة على أن إجراءات المفوضية وطبيعة ما دفعت به تحظى بثقة كبيرة جدا، خصوصا إذا ما علمنا بأن هذه الإجراءات أصبحت أو حتى خلقت نوع من الأجواء بأن المقاطعة لم تكن أمرا مجديا. الأمر الثالث يعني ما نتوقعه هو في الجانب السياسي، بعيدا عن قضية إعلان المفوضية أو إجراءات المفوضية، وقد يكون هذا هو الأهم، يعني بما لا يقبل الشك الأنظار تتجه نحو القوى المعترضة والرافضة لنتائج الانتخابات، وبالتالي أتوقع بأنها ستعمل على تصعيد بعدة مستويات. أولا قانوني، قد تذهب هذه القوى نحو المحكمة الاتحادية للطعن بالمفوضية بإجراءاتها، محاولة منها لعرقلة هذه النتائج أو يعني تجميدها، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا أتوقع تصعيد يعني على مستوى الضغوط القصوى، هنا تحدث عن الشارع أو يعني لا تحدث عن الشارع بصيغته العامة وإنما جمهور هذه الأحزاب الخاسرة، أنا أتوقع بأنها قد تطور من عمليات الاحتجاج، وأيضا قد نشهد تواجد أو غلق لأحد بوابات المنطقة الخضراء، هذا من جانب. ومن جانب آخر أتصور أنه السيناريو الأسوأ دكتور زيد هو أن يكون هناك خطة لاحتكاك محدود، وهذا في حسابات سياسية، يعني ليس حسابات الخسارة وإنما خسارة الضحايا بقدر ما هو محاولة للكسب السياسي. لكن بالنهاية رغم هذه السيناريوهات أنا أتصور بأن هذه القوى لا تزال تعول على ما يمكن أن تدفع به من طموحات بقضية الوصول إلى توافق مع الكتلة الصدرية، وأيضا حصولها على مساحة من القرار السياسي القادم، طبعا بالإضافة إلى احتكارها أو حصولها على مساحة في إذن اتفقنا القادمة. اتفقنا بأن خيار التصعيد، سيناريو التصعيد دكتور أحسان، خيار وارد جدا على ضوء حدة الاعتراضات والذهاب نحو مطالب إعادة الفرز والعد بطريقة يدوية، وتعتقد بأن هذا السيناريو متاح يعني وقريب جدا إذا ما أعلنت النتائج فجأة؟ نعم، هو لديهم القدرة على التصعيد، يعني خصوصا إذا ما علمنا بأنه إذا فشلت كل المحاولات للوصول إلى توافق داخل البيت السياسي الشيعي، فبما لا يقبل الشك هذه القوى الخاسرة يعني من الأطراف الواجهات السياسية للفصائل المسلحة هي قلقة بشكل كبير جدا، ويعني على مستوى المرحلة القادمة، خصوصا وأن رسائل
الصدر بينت بما لا يقبل الشك يعني عملية يعني حصر السلاح بيد الدولة، إنهاء الميليشيات، دمج الحشد الشعبي مع المؤسسة الأمنية، هذا يعني يقلل من حصانتهم يعني السياسية، وبالتالي سيحاولون التصعيد لغرض الوصول إلى التسوية التي يمكن من خلالها يعني أنا أشرت إلى موضوعة أن يكون لهم مساحة في القرار السياسي القادم، لذلك التصعيد سيكون متوقع، وستكون هناك أيضا استراتيجية لمواقف سياسية وتبادل أدوار. هو هذا منوط دكتور حسان، نعم معذرة، لكن هذا منوط بموقف التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، إلى أي درجة تغريدته يوم أمس أوحت أنه متمسك في مقدمة التغريدة، أوحت أنه متمسك بخيار الأغلبية، لكن في ذيل التغريدة ربما يجلس هو في المعارضة، فقراءتك للتغريدة؟ يعني أنا أعتقد أن هذه التغريدة هي رسالة أخيرة إلى هذه القوى الخاسرة من الأطراف الشيعية منها بالتحديد، بأن عليها أن تلتحق بحكومة ائتلافية وطنية، وبالتالي عليها أن لا تناكف، ومن ثم أن تتقبل، هو أن تتقبل الوضع الجديد، ومن ثم يعني يبدو بأن الموقف الأخير للسيد الصدر يعني يبدو بأنه وصل إلى تفاهمات متقدمة جدا، خصوصا فيما يرتبط بحكومة الأغلبية الوطنية، طبعا بالإضافة إلى أن التغريدة تشير على أن الصدر قد يكون نجح في تفتيت الإطار التنسيقي، خصوصا وأن هناك منذ ما يقارب 12 يوما أو أكثر هناك بوادر لانقسام حاد داخل الإطار التنسيقي الشيعي حتى رغم البيانات اللي موجودة، وبالتالي هو يطلب أنه إذا لم تلتحق هذه القوى السياسية بالمجموع الشيعي أو التوافق الشيعي فإن لديها القدرة على الذهاب نحو مساحة المعارضة، لكن هذه المعارضة أنا أعتقد أنها تختلف بشكل كبير جدا، يعني علينا أن نميز ما بين معارضة الفائز ومعارضة الخاسر. معارضة الفائز هي من تمثله امتداد حركة تشرين وأيضا الجيل الجديد، وهؤلاء لهم حساباتهم التي ستثمر فيما بعد، لكن حسابات الخاسر أنا أتوقع بأنها يمكن أن تكون أو تذوب هذه المعارضة، معارضة الخاسر، أمام أي ملحق لتسوية قادمة. لذلك هو يقول أنه إذا لم تلتحق هذه الأطراف في حكومة الأغلبية الوطنية فبالتالي هو يعني ربما يجلس أيضا للمعارضة، يعني يحاول أن يوصل رسالة. نعم نعم، هو بالنهاية يقول ليس هناك ضير من المعارضة حتى وأن جلست الكتلة الصدرية، يعني وبالتالي هي رسالة لهم أكثر ما هي للكتلة الصدرية. نعم، لذلك يعني لكن أن تكون الرسالة الأخيرة مثل ما أشرت دكتور أحسان، فهذه يعني ملاحظة جدا مهمة، وتدعو ربما للقلق والقراءة المستفيضة لتداعيات المشهد القادم. أستاذ سعد الراوي، مرحبا بك مرة أخرى، كيف تتصور المشهد السياسي، أو دعني أسألك من الناحية الفنية، هل المفوضية مقبلة فعلا كما أعلن مصدر مطلع على أنها قد تعلن النتائج النهائية قبل يوم 5 من الشهر الجاري، يعني بعد حوالي 4 أيام، لكن بالمقابل هناك السؤال، هل هي أعلنت النتائج الأولية حتى تذهب إلى إعلان النتائج النهائية؟ حياكم الله وحيا الله ضيوفك الكرام ومشاهديكم الأعزاء. بصراحة أنا دائما أعلق بهذا الموضوع، يعني اليوم مضى 3 أسابيع على إنهاء التصويت العام، ونص في القانون بأن هناك إعلان للنتائج خلال 24 ساعة النتائج الأولية،
وفعلا مشكورة المفوضية، أتمت إنجاز الانتخابات بكل سلاسة وطبعا بمساعدة القوات الأمنية والحكومة، لكن بعد إعلان نتائج بعد التصويت لحد الآن أنا لا أقول هناك نتائج أولية مكتملة، هناك نتائج أولية ابتدائية، يعني لحد الآن هو كل اللي وصل هو فقط أصوات لمرشحين ويوزعون، كل حزب يوزع ما حصل على من أصوات لفائزين في كتلته. فهذا الموضوع بصراحة لحد الآن في كل الدورات الانتخابية هناك قرار مجلس مفوضين تعلن فيه أسماء الفائزين وأعداد أصواتهم ما حصلوا من أصوات، لحد الآن لا يوجد فائزين. وهناك دائما نقول وأكرر في وسائل الإعلام وفي جروبات من السادة المسؤولين أن لحد الآن لا يوجد قوائم فائزين، لا يوجد نتائج أولية مكتملة. فمتى تكتمل النتائج الأولية بعدها بصراحة هكذا بقرار مجلس المفوضين هذه النتائج الأولية وهناك 3 أيام للطعن فيها. هذا الموضوع لذلك حتى موضوع الطعن تسلسل عدة مرات وتكرر حتى قبل كم يوم. فهذا الموضوع يعني تغير عن كل الانتخابات السابقة. نأمل أنه تحسم كل الطعون، تظهر كل النتائج وتعلن نتائج أولية مكتملة حتى يتم الطعن بها، وبعدين تعلن نتائج النهائية، تحسم الطعون وتم إعلان نتائج النهائية. إذا من الناحية الفنية نعم. من الناحية الفنية قصدك أستاذ سعد أن ما أعلن من نتائج هي عبارة عن نتائج أولية غير مكتملة، ولم تعلن المفوضية نعم نتائج أولية مكتملة. نعم، لأن بصراحة أكو خلاف بتوزيع كوتا المرأة، هل تحسب يعني القانون واضح بصراحة، هناك مقاعد لأعلى الأصوات ومقاعد لكوتا المرأة، خلص أعلى الأصوات وبالنظام نظام توزيع المقاعد حددوا بأنه أعلى الأصوات بغض النظر عن جنس الفائز، يعني الأمر واضح. ما اعرف ليش ما يعني راسا من طلعت اعلى الاصوات باي دائره انطيك خلال دقيقه واحده انطيك النتائج باي دائره، لكن استغرب انه ما يعني صمت الامم المتحده، المنظمات الدوليه المحليه، الاحزاب، ما اعرف يعني هذا الصمت المطبق على النتائج المكتمله، ما اعرف يعني شنو سببه، مدى القى تفسير له بصراحه. فلذلك انا يعني هذه ال4 أيام ما اعرف شنو راح يعلن، هل تعلن نتائج وفق أي رسم وفق أي طريقة لتوزيع الكوتة، هذا لحد الآن ما واضح. زين، يعني هل تعتقد نائبات هي المشكلة فائزات غير فائزات يتواصلون معنا بحيث توزيع أكو طريقتين لتوزيع الكوتة وهذه راح تغير معادلة الفائزين، فلا بد أن تعلن النتائج الأولية بالفائزين بعدها يتم الطعن بها. نعم زين، هو أنا السؤال تدري إحنا بكل الأحوال أكو أزمة، أكو اعتراضات، أكو مطالب، فلو راحت المفوضية خلال نعم. الأيام الأربعة وقالت نحن الآن في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج النهائية لانتخابات 2021 المبكرة، ما هي الطرق المتاحة للجماعات السياسية المعترضة حتى تطعن بالنتائج حتى وإن كانت نهائية؟ ما يبقى إلا المحكمة الاتحادية، لأن أعرف نائبات اعترضوا وقالوا المفوضية تريد توزع موضوع كوتا المرأة بطريقة أخرى، فيبدو ذهبوا للمحكمة الاتحادية قالوا خل تطلع النتائج وبعدين الطعن يمن يتم. فلذلك يعني بصراحة هو هذا الإجراء السليم أنه تعلن نتائج أولية خلال طالما القانون خلى خلال 24 ساعة المفروض أكو نتائج أولية مكتملة حتى إذا مو كليته، بس أكو فائزين حتى البقية يعرفون بأنه أنا فائز لو لا، يعني أنا أرد أعترض، إذا أنا فائز ليش أعترض؟ هذه بصراحة هذا وخصوصا موضوع كوتا المرأة، هل يعني أنا برأيي ماكو استبدال، أكو أعلى المقاعد وأكو كوتا المرأة، فلا بي استبدال ولا بي احتياط مثل ما يوزعون الأحزاب، فهذا الموضوع يعني خلى كل حزب هو يوزع مقاعد بكيفه.
فلذلك لا بد من إعلانه يعني. وأستغرب أنه هناك مراقبين دوليين، منظمات دولية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، منظمة لايفس، يعني كلها منظمات عريقة بالانتخابات وبخبراتها المتراكمة لعقود وليس لفترة مثل ما موجود عندنا بالعراق. فأستغرب صمت هؤلاء وعدم تسلسل إعلان النتائج حتى يعني يكون بعد إعلان النتائج الأولية أكو فترة 3 أيام بعد إعلانها، يعني بعد البت بالطعون، هناك طعون أمام الهيئة القضائية الانتخابية، هاي كلها تعتقد تحتاج وقت. تعتقد أستاذ سعد بأن النتائج 3 أيام تنتهي؟ نعم. ما أعرف. المفوضية نعم. المفوضية يومية تقول بأن النتائج مطابقة في المحطة الفلانية في المحافظة الفلانية، هناك تطابق 100% في نموذج ديالة ونموذج صلاح الدين على سبيل المثال. ماذا يعني حديث المفوضية في قضية تطابق النتائج 100%؟ يعني أعتقد في اليوم واليوم أكو تقرير بأنه هناك وأمس بأنه أرسلت يعني تفاصيل عن هذه المحطات تقرير، والمجلس المفوضين هو يتخذ القرار. لكن شنو هذه التفاصيل؟ هل هناك فرق؟ هل هناك إلغاء محطات؟ هل هناك إلغاء أصوات؟ هذا كل ما يعني ما نعرف به، فنحتاج تفاصيل من المفوضية بحيث تفصل كل هذه الطعون كيف تم البت بها، وما هو التقرير الحاصل الذي وصل إلى مجلس المفوضين حتى يبت به. هذا الموضوع لحد الآن غير واضح، فلذلك لا نستطيع أن نقول هناك استبدال أو نفس النتائج التي نفس نتائج الأصوات وليس مقاعد. لحد الآن ماكو توزيع مقاعد حتى نقول هناك استبدال واضح. وتغيير بعدد مقاعد لأي كتلة أو لأي حزب. دكتور نعم. دكتور وليد الزيدي، مرحبا بك ضيفا في حلقة الليلة. هل تتفق مع الأستاذ سعد الراوي بأن ما أعلن هي نتائج أولية غير مكتملة ولا يصح أن يطلق عليها اسم نتائج أولية؟ ما معنى هذا الكلام؟ شكرا جزيلا للاستضافة، تحية لحضرتك وللضيفين الكريمين. مرحبا. ولعموم الجمهور الكريم. فعلا هي نتائج خلينا نسميها أولية حسب المادة 38 أولا من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، اللي هو نص على أن تعلن المفوضية النتائج خلال 24 ساعة وأسماها بالنص النتائج الأولية. الإشكالية اللي صارت أنه أكثر من نتائج أولية أعلنت، فالانتخابات انتهت يوم 10 يوم 11 المفوضية أعلنت نتائج أسمتها الأولية ولم تعطي النسبة الحقيقية لها وكم من المحطات متبقية، وهو هذا اللي أثار إشكالية عندما ظهرت محطات أخرى محجوبة، أكثر من 8000 محطة وأكثر من 3500 محطة أخرى لم ترسل عبر الوسط الناقل. هذه طبعا أثارت ردود فعل وأحدثت لبس ونوع من لكن 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 هل يطلق عليها نتائج أولية أو ما يطلق عليها نتائج أولية حتى نعرف؟ لا هو كان المفترض النتائج الأولية تطلق دفعة واحدة، فأنا متسلسل بالكلام. يعني المفوضية يوم 11 يوم 11 أعلنت نتائج أولية، يوم 16 أعلنت نتائج إضافية وأطلقت الطعن بهذه النتائج، فصار عندنا أكثر من طعن يمكن أن يقدم، وهذا طبعا لا يجوز ضمن الإجراءات الانتخابية المعروفة عالميا. تطلق النتائج الأولية وتعطى نسبتها. طيب هذا الخطأ أستاذ دكتور وليد. نعم. هذا الخطأ يعد خطأ جوهريا يطعن بأداء المفوضية أم خطأ فنيا يحدث في سياق عمل المفوضيات والضغوط التي تواجهها في أثناء، ولا سيما طبعا الضغوط السياسية في أثناء عملها؟ طبعا هذا يكون نوع من الخليط من العمل الإداري والفني. المفترض كان أكو فريق دولي للأمم المتحدة هو من يقدم الدعم والنصيحة، بل ازداد صلاحيات هذا الفريق من خلال قرار 25/76 قرار مجلس الأمن أنه يشرف إشراف أو يعني يراقب مراقبة أدق، وكان من المفترض أن يضع خطة، وهذه الخطة معروفة وإحنا كنا نتبعها سابقا ضمن جدول الزمن العمليات، أنه متى تعلن النتائج الأولية
ومتى تعلن النتائج النهائية ومتى تقدم الطحون، هاي كلها في جدول الزمن العمليات. وإحنا في 2009 على سبيل المثال، أستاذ سعد يتذكر انتخابات مجالس المحافظات أعلننا عن النسبة هي 90%، وصار مؤتمر صحفي في فندق الرشيد وقلنا المتبقي 10% للتصويت الخاص والنازحين وانتخابات الخارج. فما كانت ردود فعل، لأن الجميع عرف النتائج الأولية 90%، المتبقي 10%، بعدين النتائج طيب. الأولية دكتور وليد، هذه الملاحظات معذرة على المقاطعة، هذه الملاحظات كان يعني من المفترض أن تستثمرها القوى السياسية المعترضة على النتائج حتى تطعن بإدارة المفوضية بصورة عامة، لكن السؤال لماذا لم يتم الحديث عنها بالطريقة الفنية الواضحة، يعني مثل ما تتفضل جنابك وتفضل قبل قليل الأستاذ سعد الراوي؟ طبعا احنا يعني يجب ان نفصل بين انه خلل اداري او فني وبين انه اكو تلاعب او تزوير، يعني هذا اللي يكون هكذا يعني مثلا الاجراء غير متبع بشكل اصولي او ضمن المعايير الانتخابيه، هذا لا يعني وجود مثلا تزوير او تلاعب او غيره، هذا من يثبت الطعون التي تقدم والشكاوى والمرفقه بالادله والبراهين والتي تنظرها المفوضيه ومن ثم الهيئه القضائيه لقرارات قرارات باردة. بس احنا نقول انه هذا الاجراء لم يكن سليما فعلا، هو هذا يعني يعني انت تصنفه دكتور كخلل اداري، خلل اداري. نعم. وليس اداء. نعم. فنيا له علاقه بالتزوير؟ لا طبعا ما له علاقه بالتزوير. وكذلك انه لما نذهب الى عدم ارسال 3500 محطه في يوم الاقتراع عبر الوسط الناقل، هذا ايضا يدخل بالعمل الفني المفوضيه بسوء تدريب موظفين ما مدربين جيدا، بالاجراءات لم تفهم من قبل المعنيين، بجانب لوجستي عدم ارسال عصي الذاكره ضمن التوقيتات المحدده. جيد. لذلك هاي الجوانب الفنيه المفوضيه نفسها بشفافيه واحنا نقدرها اعترفت بها وقالت حصل خلل فني، بس هل الخلل الفني يؤدي الى مثلا ضياع اصوات ناخبين العفو مرشحين، هل هو يدخل بباب التلاعب؟ هذا طبعا لا يمكن ان نقترن بذلك الا مثل ما ذكرت وفقا لطحون وشكاوى. طيب. تقدم الى المفوضيه والهيئه القضائيه للانتخابات وبعدين هي من تقرر ذلك. طيب دكتور احسان، اسمع تعقيب من جنابك يعني على الملاحظات الوارده من لدن خبيرين في القضاء في القضايا الانتخابية، وإلى أي درجة مثل هذه الملاحظات ستكون هي يعني مسمار جحا لدى الكتل الخاسرة حتى تطعن بأداء المفوضية جملة وتفصيلا؟ طبعا هم خبراء وعملوا أستاذ سوان، أستاذ سعد راوية وأستاذ الزيدي، وهم يعني أكثر قدرة على فهم طبيعة الإجراءات التي اتخذتها المفوضية، يعني بحكم يعني التعاطي السابق لهم مع هذه العملية. لكن يعني ما استنتجته أنه القضايا لا، يعني هم اتفقوا على أنه لا وجود لتزوير، يعني بقدر ما أن هناك بعض الإجراءات لم تكن واضحة، يعني سواء فيما يرتبط بالنتائج إعلانها مثل ما أشار الأستاذ الراوي، وأيضا فيما أشار إليه الأستاذ الزيدي من أن هناك ارتباك وأخطاء إدارية لا بد من التحقق منها. وأتفق معك دكتور زيد من أن هذا الحديث يعني هنا وهذه الملاحظات بالتحديد هي استخدمت، يعني بالنهاية استخدمت من قبل الأطراف التي الآن هي في الشارع العراقي، يعني القوى الخاسرة بالتحديد، ومن ثم يعني
إمكانية الذهاب إلى المحكمة الاتحادية قد يكون أمرا واردا، لكن بالنهاية علينا أن نعي حقيقة. أولا أن الكادر الوسطي يعني كان مؤهلا بشكل كبير جدا للمفوضية، يعني خصوصا بعد عملية إعادة هيكلة هذا الكادر، هذا أولا. الأمر الآخر، المجلس المفوضين هم من القضاة وبالتالي يدركون الثغرات القانونية، وبالتالي سيعملون على أقل تقدير على سد هذه الثغرات وأيضا إحكام طبيعة الإجراءات التي اتخذوها. القلق وين دكتور؟ لذلك آسف جدا، حتى نبتعد شوية عن القضية الفنية ما تأخذنا كثير. بكل الأحوال أنا في تصوري أكو نتائج نهائية ستعلن وسيتعامل الجميع معها رغم كل أشكال الاعتراض أو احتمالات التصعيد والسيناريوهات التي ذكرت في بداية الحلقة. لكن يقال دكتور أحسان بأن هذه الحكومة ستأخذ وقتا طويلا حتى تتشكل بسبب يعني حجم الخلافات على من سيشكل الحكومة القادمة. تصوراتك لمثل هذا النوع من السيناريوهات إلى أي درجة يمكن أن يصل في التأخير؟ هو أمر مطروح، يعني قياسا ب يعني التجارب السابقة، عدم الاتفاق إلى الآن داخل البيت السياسي الشيعي، يعني الكرد يبدو بأنهم ماضين بعملية الحضور إلى بغداد بكتلة كردستانية تقليدية، يعني بعيدا عن الجيل الجديد. أيضا طبيعة المفاوضات الآن التي تجري ما بين تحالف عزم وتقدم، رغم أنه لم يصدر شيء نهائي، لكن طبيعة التسريبات، البيانات، التصريحات تشير إلى أنه المشكلة تكمن داخل البيت السياسي الشيعي. يعني فيما يبدو بأن ما نسبته 75% دكتور زيد من الشيعة سيذهبون بتوافق، ومن ثم من يتبقى سيكون ضمن المعارضة الخاسرة التي تحدثت عنها يعني بالتحديد. ولذلك قد يكون سيناريو تشكيل الحكومة سريعا، لأن عملية تعطيل تشكيل الحكومة أنا أعتقد أنها ستضاعف من حالة الاستياء والاحتقان لدى الشارع العراقي. 75 هواية دكتور، وستظهر هذه القوى السياسية. 75% هواية والله، يعني إلا تشرح لي الخارطة. يتفاوضون. إلا تشرح لي الخارطة بشوية بالتفصيل دكتور، بلا زحمة علي. لا والله يتفاوضون حسب المعلومات، حسب المؤشرات. جزء كبير من الإطار التنسيقي يتفاوض مع الكتلة الصدرية لغرض يعني رسم الخارطة الكابينة الحكومية فيما يرتبط بالأحزاب الشيعية. أعتقد من يتبقى يعني قد يكون نسبة 25%، ومن ثم يعني حتى قضية القبول بمرشح التسوية هو من يدفع بهذا المؤشر، يعني مؤشر 75 إلى 80%. يعني التدافع الآن الذي يدور ما بين القوى الشيعية هو بالأساس يدور حول من سيكون رئيس وزراء، هذا أولا. والأمر الآخر هو قضية الحصول على الحقائب الوزارية، ومن ثم يعني يبدو بأن الكتلة الصدرية نجحت باستقطاب بعض الأطراف التي أبدت مرونة من الإطار التنسيقي، ومن ثم هذه الخارطة أو الكتلة التي دفعت بأنها قد تكون ما بين 75 إلى 80% هي من ستذهب إلى الفضاء الوطني لغرض تشكيل الرئاسات الثلاث وفق مفهوم السلة الواحدة، يعني أي لا تغيير في هذا الموضوع. الأهم هو ما طرحته دكتور زيد، هل ستتأخر؟ إذا ما تأخرت أنا أعتقد أنها ستضاعف حالة الاحتقان والاستياء من الطبقة السياسية. أنا شنو لفت انتباهي دكتور، 75% يعني أنت تتكلم عن الكل، وكأننا نعيش حالة توافق
ما بين الجميع استنساخا للتجارب السابقة ما راح يتغير شيء، لأنه 75 يعني أو 80% لأنه أيضا راح يتغير. 75 داخل البيت السياسي الشيعي، واضح واضح. 75% داخل البيت السياسي الشيعي فقط، نعم. فقط فمعناها ولن يتغير شيء. أي لا يتغير شيء، التوافق قادم. لا دكتور زيد، ما يتغير شيء. أي لا التوافق قادم، حكومة ائتلافية تتشكل. لكن السؤال، هذه الحكومة الائتلافية هل ستطرح برنامج إصلاحي؟ نعم ستطرح، لكن هل سيطبق؟ أنا أشك من أنه سيطبق. الآن الصراع حول وزارات، من سيحصل على امتيازات، وبالتالي أنا لست متفائلا من أن الحكومة القادمة ستعمد الكفاءات الوطنية، ستنهي حالة المحاصصة، ستنهي الفساد، حصر السلاح بيد الدولة، هل ستدعم مؤسسات الدولة؟ كل هذه الأمور هي محط شك، وبالتالي القوى التقليدية لا تزال مسيطرة. حتى القوى التي فازت المستقلة هي الآن أعلنت نفسها معارضة، وبالتالي القوى التقليدية هي من ستهيمن على الكابينة وعلى الرئاسات الثلاث، وهذا قد يعطي مؤشر على أنه لا تغيير في طبيعة الأداء السياسي. وال 75% من البيت الشيعي هو اللي خلاك ترجح فكرة بأن الحكومة لن تتأخر، سوف تتشكل بسرعة. نعم نعم، البيت السياسي الشيعي يتعرض إلى ضغط كبير جدا، وهو قلق من إمكانية أن تكون انتفاضة تتحول إلى ثورة جديدة، وبالتالي هم يريدوا أن يحسموا الموضوع سريعا يعني، وعملية التأخير سيكون لها تداعيات كبيرة جدا. بس أسألك قبل ما أتحول لسعد الراوي، أسألك عن ما تسرب عن أن الحكيم سيعتزل العمل الحكومي، أو على الأقل في هذه المرحلة اعتزل العملية التفاوضية في مرحلة ويدخل في مرحلة مراجعة، هذا صحيح لو يعني مجرد تسريبات ليست دقيقة؟ والله دكتور زيدا تعرفني يعني لست قريبا على تيار الحكمة، لكن ممكن أن أعطيك وصفا عاما يعني. أنا أتصور بأن قضية المراجعة يجب أن تكون على أولويات يعني القوى الخاسرة يعني التي اتصفت إلى حد كبير بالاعتدال والوسطية، ولذلك يعني أنا أدفع يعني سيد عمار الحكيم، أيضا أدفع الدكتور حيدر العبادي إلى إعادة الهيكلة والتقييم. هناك إخفاق كبير، هذه النتيجة هي خسارة كبيرة جدا لهاتين القوتين التي وصفت بالوسطية. لذلك أنا يعني أتوقع بأن القضية ليست اعتزال بقدر ما هو إعادة هيكلة لغرض طرح مشروع وقيادات جديدة، هكذا أتصور، رغم أنني يعني غير متواصل معهم حول هذا الموضوع. نعم. قد يكون ليس اعتزال بقدر ما هو انكفاء إلى الداخل والابتعاد عن البيئة السياسية وترك المسألة التفاوضية. هذه مهمة بالنسبة لهم يعني. نعم. إذا أرادوا لأغراض المراجعة بمشروعهم عليهم الانكفاء والمراجعة وعزل بعض المتسببين بخسارتهم. نعم. طيب أستاذ سعد الراوي، أنت من الناس الذين قرأت لهم مجموعة من الأحاديث والآراء بأن هذه الحكومة سيطول حديثها وحواراتها حتى نهاية 2022، صحيح؟ نعم، أنا لم أتكلم اعتباطا، أكو قانون وكل الإشكالات بصراحة بهذا القانون. أستغرب أنه لا أمم متحدة، لا منظمات محلية دولية، أحزاب سياسية، حتى مراكز الدراسات. القانون من الألف إلى الياء يحتاج مراجعة، أما الأحكام الختامية فقد أبعدتنا عن المعايير الدولية كثيرا. المادة 40، لذلك أنا اللي دعاني إلى أن أقول عام كامل في المادة 40 ترجع، ما حد يأخذ أي صلاحيات سياسية أو إدارية إلا بعد أن تشكل لجنة. اللجنة تتكون من نواب المحافظة وممثلي الداخلية والتخطيط
والتجارة، لأن سجل ناخبين من وزارة التجارة ومفوضية الانتخابات وبمعية الأمم المتحدة. هؤلاء يدققون سجل الناخبين من 2003 إلى الآن إلى 2021. في حال وجود فروقات سيصار إلى تقليل أو زيادة أعداد النواب. يعني تناقشت مع أحد السادة النواب قال لي نقصد بذلك كركوك بهذه المادة، وطلعتها بالمركز الدراسات في جامعة بغداد على الداتا شو وبحضور مختصين وأساتذة ونواب ولكل المحافظات العراقية. إذن الموضوع مو موضوع كركوك. قلت له لنفرض كركوك، طلع زيادة 100 مقعد، العفو 100,000 ناخب، مين طلع النائب؟ من العرب، من التركمان، من الأكراد. إذن إحنا في مشكلة، ودوامة هذه المشاكل وأس المشاكل كلها هو القانون الانتخابي بصراحة. يعني هسه مثلا ترسيم الدوائر، هو يتكلم عن نظام الانتخابي يقول ترسيم الدوائر، تقسم الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، يعني كلام مبهم ما تقدر تنفذه، لكن حط بفقرة أخرى هناك ملحق لترسيم الدوائر. على أي حال أستاذ سعد، هي بغض النظر موضوع توزيع المقاعد يتكلم الآن بشيء وملاحق شيء آخر. ماشي. نعم. فلذلك يعني هذا الموضوع يعني ما حد يقدر ياخذ صلاحيات إذا طبقنا القانون، والقانون مصادق عليه، واليوم ما تقدر تنفذ، ما تقدر تعدل شيء بالقانون. أستاذ هذا اللي دعاني إلى أن أقول يجب أن يدقق، وسنة كاملة لا أحد يأخذ صلاحيات. أستاذ سعد، طبعاً بس بالأخير أقول في العراق سيركن القانون على جنب، وأي اتفاق سياسي هو أقوى من القانون وأعلى من الدستور، وهذا ما رأيناه في كل الانتخابات السابقة وفي تشكيل الحكومات الماضية. أستاذ سعد، حتى أرجع لها، هذا رأيي المتواضع، حتى أرجع لها الحكومة يعني تقول جنابك الحكومة تأخذ وقت حتى تتشكل، وتعتقد سوف تأخذ وقت عام. هسه النتائج لم تعلن، والانتخابات مو أنا أقولها، ما يخالف المادة 40. شو تقول المادة 40؟ نعم، يتم تدقيق سجل الناخبين. هذه اللجنة اللي ذكرتها طبعا تفاصيل كثيرة، لكن خلاصتها بأنه بالأخير لا أحد يأخذ أي صلاحيات إدارية أو سياسية إلا بعد الانتهاء من هذه اللجان، وحدد عمل لجان بعام كامل. إذن بعد العام يلا تطلع نتائج تدقيق سجل الناخبين ويأخذون صلاحيات سياسية وإدارية وتشكيل حكومة. أي بس أنت بنهاية، هذا واضح، ما إلى غير هذا التفسير. في نهاية الكلام قلت القانون سيركن جانبا والاتفاقات السياسية هي الحاكمة. هي هو هذا اللي يصير، وهسه راح يصير توزيع المقاعد والهذا بهذا الجانب. وعليه نعم. وعليه الحكومة لن تتشكل بعد عام، ستتشكل قريبا. ممكن إذا صار اتفاق كل شيء يصير. زين. بالنسبة يعني بصراحة لو تريد تعد الخروقات القانونية لا تحصى. يعني لو الآن تريد تطبق قانون الأحزاب وقانون وقانون الانتخابات، يعني أكثر من نصف هذه الأحزاب تركن جانبا. لكن القانون، الاتفاقات السياسية أعلى من القانون، هذا الموجود بالعراق. جيد. إذن نعم. يعني بناء على خلل في المادة القانونية تتصور أن الانتخاب، أن الحوارات ستتأخر أكثر من المعقول، وحوارات تشكيل الحكومة إلى العام، لكن ما عندك مشكلة في سياق الحوارات ما بين الجميع أو التقاطعات السياسية ما بين البيوتات، ما عندك بها مشكلة هذه؟ لا احنا يعني تعودنا بانه بصراحه يعني ليش نروح بعيد، هذا واقعنا ولازم نعرفه، بانه دائما الاتفاق السياسي اقوى من القانون، واعتقد يصار الى اتفاق سياسي وتشكيل حكومه من الكل حتى بما فيهم الخاسرين. هذا رايي اللي نستقرئه بالوضع الراهن. طيب دكتور احسان، في احاول دائما القضايا السياسيه اتركها للسياسيين أدري بيك ولا أصحاب الشأن، أدري بيك ولكن أنت سألتني، أدري بيك أستاذ سعد، أدري بيك. دكتور أحسان، اليوم أيضا كان هناك تصريح لتحالف فتح يقولون إحنا فقط نبحث عن ضمانات لحماية سلاح الحشد من الدمج أو من الحل. هل هذه إشارة بأن أزمة النتائج بالنسبة لتحالف فتح قد انتهت؟
يعني أنا أشرت في بداية الحلقة إلى قضية الحصانة السياسية، قد يكون هو ما يجيبك على هذا السؤال بالتحديد، وهو أيضا بوابة لمرة أخرى لنفتح باب النقاش. دكتور زيد، أنا أتصور بأن هناك بدت قناعة مثل ما أشرت، يعني قناعة داخل الإطار التنسيقي، ويبدو بأن هذه القناعة أصبحت هي المتقدمة بضرورة القبول بنتائج الانتخابات. تعلم جيدا بأن الفتح، الإطار التنسيقي الشيعي، هي قوة قريبة جدا من إيران. إيران يعني رحبت بالانتخابات نتائجها، وليس من مصلحتها أن يكون هناك تصعيد في الداخل العراقي. هي تعاني من أزمات، وأيضا لا تريد أن تفتح جبهة مع في الداخل العراقي، وأيضا تعتقد إيران من أن تصعيد حلفائها أو القريبين منها في الداخل العراقي يعني بالنهاية خسارة مستقبلهم بشكل كامل، مستقبلهم السياسي أو حتى وجودهم. ولذلك عملية البحث عن الضمانات أنا أعتقد هي تأتي في إطار يعني الإشارة مثل ما نتفق أنا وأنت لأن إمكانية القبول والعمل على وضع خارطة توافق ما بين الكتلة الصدرية وما بين الفتح من جهة أخرى. يعني أكثر من ذلك، الموضوع لا يرتبط فقط فيما يرتبط بحماية سلاح هذه الفصائل، وإنما أنا أركز على قضية المشاركة في القرار السياسي، أي من أن السيد مقتدى الصدر عليه أن يستمع لرأي الإطار التنسيقي بمرشحه ويتوافق معهم في مرشحه لرئاسة الوزراء، هذا أولا. الأمر الآخر أيضا في قضايا التوزيع أو مساحة يعني نسبة المساحة في الحكومة القادمة، هذا مهم جدا. هم يحاولوا أن يستمروا كطرف لا أقول مؤثر بشكل كبير، ولكن يمتلك جزء من عملية التأثير. هم يدفعوا باتجاه القبول، يعني قبول النتائج، ومن ثم الذهاب نحو التوافق الشيعي، هذا مهم بالنسبة لهم، يوفر لهم المزيد من الضمانات في قادم الأيام. وهم يدركون في نفس الوقت من أن التصعيد والذهاب إلى احتكاك محدود أنا أعتقد أنه سيكون ذات أثمان باهظة، خصوصا وأن الأمم المتحدة يعني مجلس الأمن وقراره رقم 25-76 لا زال، يعني الأمم المتحدة رغم أنها رحبت وأيدت الخطوات بالنسبة للانتخابات ونتائجها وقالت أنه لا يوجد تزوير، لكن بالنهاية لا تزال تراقب ردات الفعل، وهي حذرت من ردات الفعل. ويبدو بأن الأجواء يعني بالنسبة لحليفتهم إيران، أيضا الأجواء الدولية، وحتى طبيعة حلفائهم في الإطار التنسيقي لن تمضي معهم في قضية التصعيد، ولذلك عملية القبول بالنتائج والحصول على ضمانات قد يبدو هو الهدف. دكتور حسن، هل لا زال بالنسبة لهذه الفصائل؟ نعم، هل تعتقد بأنه لا زال هناك يعني أثر لشيء اسمه الإطار التنسيقي بعد أن نجح التيار الصدري في استقطاب واستمالة قوى منه، انقسام في التعامل مع نتائج الانتخابات ما بين طرف يحاول أن يتعامل معها بدبلوماسية وبمنهج سياسي محدد، وطرف آخر يسعى للتصعيد والذهاب باتجاه متطرف في التعامل مع النتائج؟ يعني على مستوى البيانات دكتور زيد، الإطار التنسيقي متواجد، يعني لا يمكن إنكار يعني وجود موقف موحد، لكن على الأرض الواقع أنا أتصور بأن الإطار التنسيقي يعني لا أقول انتهى، وإنما لم يعد بذلك التأثير والفاعلية الكبيرة. يعني أنباء تقول بأن هناك أطراف انسحبت، لم تحضر الاجتماعات،
يعني حتى دولة القانون هي متقدمة يعني قياسا بنتائج الانتخابات 2018، يعني قد يكون هي تقع في إطار الحرج السياسي، شركائها يقول انتخابات مزورة وهم فائزين. أتصور بأن الواقع يختلف يعني كثيرا عن قضايا البيانات التي تطرح. من تبقى؟ أنا أعتقد هم يعني طرفين أو ثلاث بالتحديد، هم من قد لا يوافقوا على النتائج، وبالتالي أتصور بأنهم سيتخذون موقفا وهم أطراف غير فائزة، يعني قد يكون المعارضة الخاسرة في البرلمان العراقي، أو قد يشملون بملحق تسوية قادم وفق ضمانات يمكن أن تقدم لهم. حتى أختم دكتور، لا ترجح وجود مفاجآت يعني بعيد عن سياق التوافقات العامة وبعيد عن سياق نسبة 75% أن تتشكل حكومة أغلبية من الفائزين فقط؟ ما تعتقد بوجود عنصر المفاجأة هنا؟ لا يعني دكتور زيد، الكرد قالوا لن نحضر، أو عفوا لن إذا ما حضرنا لن نتحالف مع طرف شيعي على حساب آخر. الإشارات من البيت السني أيضا في هذا الإطار، لأنه من الصعوبة بمكان يعني المفاجأة أن الإطار التنسيقي فرضية يعني غير واردة أنهم يشكلون الكتلة الأكبر، هم ذاتهم يدركون منهم لن يستطيعوا أن يتجاوزوا التيار الصدري، وبالتالي الحكومة القادمة إذا ما شكلت بعيدا عن التيار الصدري لن يكتب لها النجاح، يعني ما ستسقط ما بعد 6 أشهر أو سنة. لذلك لا مفاجآت، الوضع يمضي عفوا باتجاه التوافق ما بين القوى السياسية، وحتى تحالف الأقوياء أتصور بأنه قد يكون أمر غير وارد، يعني لكل طرف حساباته. الكرد وسيد مسعود البرزاني له حساباته من أن لا يحضر إلى بغداد منفردا، أيضا تقدم ليس من مصلحتها أن تحضر، لأن في ذلك حسابات يمكن أن تشكل خطرا أيضا على تحالف تقدم. وأيضا يعني الصدر بحاجة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الإطار التنسيقي، وهو فيما يبدو نجح بذلك. إذن لا مفاجآت، يعني لا مفاجآت في هذا يعني في إطار قضية التوافق، وهو أعلن يعني سيد مقتدى الصدر أعلن بأن الحكومة حكومة هي أغلبية وطنية. نعم قد نشهد وجود معارضة، لكن المعارضة يجب أن نميزها، من سيكون في المعارضة الخاسرة هم الذين لن يوافقوا على الخارطة التي سترسمها أغلب القوى السياسية، وهؤلاء يعني لن يكونوا بمفهوم المعارضة الحقيقية، يعني معارضة التي سيتبناها المستقلين والجيل الجديد وأيضا الحركات القريبة من تشرين. شكرا دكتور أحسان الشمري على مجمل إيضاحات، وأشكر الأستاذ سعد الراوي. طبعا دكتور وليد الزيدي غادرنا بسبب إشكالية الاتصال، فشكرا جزيلا له على وجوده في هذه الحلقة. نلتقي غدا المشاهدين الكرام، السلام عليكم.